أقل من ساعة استمرت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة. قال وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب إنه جاء إليها لابسا درعا فقوصوا عليه وحده في موضوع بيان الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو كان على استعداد أن يأخذ أي هجوم بصدره. لم يبدي رئيسا الجمهورية والحكومة أي تعليق على البيان، ورفض أبو حبيب الإجابة عن سؤال عما إذا كان رئيس الجمهورية على علم به قبل صدوره، معتبرا أن هذا الموضوع من أسرار الدولة. إلا أن حزب الله عبر من خلال وزير العمل مصطفى بيرم في مستهل الجلسة عن استغراب البيان الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد، فضلا عن عدم التشاور في ذلك. في وجهات نظر مختلفة، بس مبدئيا وزارة الخارجية أخذت هذا الموقف. حازت خطة الكهرباء الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء، وجرى تأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء واقتراح التعديلات عليه. الموافقة المبدئية على الخطة بعد الالتزام بالنقاط التالية: وجوب تطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية. رفع التعرفة بعد تحسن التغذية ابتداء من 8 إلى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود. وفق معلومات الجديد، كل من كان معترضا على معمل سلعاتا وافق عليه في جلسة مجلس الوزراء باستثناء وزراء حركة أمل الذين اعترضوا على إنشائه، إذ إن الاتفاق الذي سبق الجلسة بين ميقات والتيار الوطني الحر بعلم من حزب الله قضى بإنشاء معمل سلعاتا في مقابل تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل قانون الكهرباء. نحن بدنا نطبق هالمعامل بأسرع وقت ممكن. هلا إذا هذه المعامل تأمن تمويل نقدر نعمرها ونطلقها وتكون مباشرين فيها يمكن كلهم بسنة 2024، نحن طبعا من 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 منوافق وبندعم وبنسعى لحتى نحصل على هالشيء. اللجنة الوزارية بدها تاخذ مسارها مثل ما إنشاء الهيئة الناظمة بده ياخذ مساره. نحن الخطة جاهزة لح نعدل فيها بعض الكلمات، إذا من تعديل يمكن ما بيتعدل شيء، بس لنتأكد أنه النقاط معكوسين بشكل مضبوط. أنا متوقع أول لقاء مجلس وزراء بقدر أعطيهم النسخة وبيتأكدوا خلصت. اجتزنا أزمة، الحمد لله وصلنا لتوافق، وصلنا لتوافق لازم نكون مبسوطين، لازم نكون إيجابيين. ليش أنت مخوفتك الهيئة الناظمة؟ هي منا بعبع. الهيئة الناظمة جزء لا يتجزأ من قطاع سننشئها، ولكن بالمعايير المتبعة دوليا ما في شيء بيخوف بالموضوع أبدا. أتمت الحكومة شروط صندوق النقد الدولي تجاه التوافق على خطة للكهرباء والهيئة الناظمة، إلا أن مصادر وزارية تشير إلى أن العبرة في تنفيذ تشكيل الهيئة بما يراعي تنفيذ مهامها من دون تقييدها بصلاحيات الوزير. هذا وجرى التمديد لهيئة الإشراف على الانتخابات وتعيين 3 أعضاء جدد هم القاضي أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم الخوري. روان بودرغم، قناة الجديد.